Siapa yang menyampaikan suatu hadis daripada Rasulullah SAW sementara dia tahu bahawa hadis itu berisi kedustaan atas nama beliau. Hadis yang pertama adalah hadis Ali radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW. Barang siapa yang bercerita menyampaikan hadis daripada aku dengan satu hadis dan ia melihat yura ataupun dilihat hadis tersebut, dia boleh kedua-dua lafaz. Maka jika dan ia melihat bahawa hadis itu adalah satu pendustaan, maka ia termasuk di antara dua orang yang berdusta, daripada termasuk salah seorang daripada dua orang yang berdusta. Jadi maknanya tidak boleh menakalkan suatu hadis kecuali setelah ada tathabbut, ada maknanya kepastian bahawa ia benar-benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika satu persangkaan bahawa ia daripada Nabi SAW, maka itu ditakuti bahawa seseorang itu termasuk di kalangan orang-orang yang berdusta. Jadi orang yang menakalkan ataupun menukilkan daripada Nabi SAW secara sangkaan bahawa ia adalah sedusta, maka ia termasuk di kalangan pendusta. Qala hadithna Abi Syaibata, qala hadithna Muqitha, wa hadithna Muhammad Bashar, qala hadithna Muhammad Ja'far, qala hadithna عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: روى عني حديثا وهو يرى انه كذب وهو احد الكاذبين. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال انبانا الحسن بن موسى الاشيب عن شعبه مثل حديث سمره بن جندب. قال حدثنا عمرو بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو
سمرة رضي الله عنه فاده أن حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الناقل من كذب أو يرى أن القول كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكاذبين، أي القائل كاذب والناقل كاذب، فلا يجوز أن يحدث الإنسان بكل ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقع الناس في هذا وهم لا يدرون، قد يجدوا حديثا على برنامج التواريخ ثم برنامج تاريخ فينقل الحديث وهو لا يدري، قد يكون كلمه او يقرا حديثا في مجله وهو لا يدري عشان كلمة او في جريده او ما شابه ذلك، او يسمع انسان ليس متخصصا في الحديث يرى ويروي حديثا، فلا يجوز ان ينوي الا ما سبق، وان لم يستطع ان يتثبت فليسال اهل العلم اهل الاختصاص اهل الحديث والمحدثين اسالهم. نعم بارك الله. تيجي حديث نيا حديث سمورة بن جندب، حديث علي، حديث مغيرة بن شعبة. الحديث نيا sebagaimana diketahui maknanya diriwayatkan daripada sekumpulan para sahabat radhiyallahu anhum dan lafaz yara yakni melihat an-naqil yara orang yang menukilkan ataupun menakalkan ia melihat ataupun yura dilihat pada hadis itu. Mana ada satu pendustaan maka seseorang barangkali ia menakalkan satu hadis dalam riwayat tarikh umpamanya ataupun dalam majalah yang ia baca ataupun daripada seseorang yang bukan mutakhasis dalam bidang hadis, maka hendaklah ia bertanya kepada orang yang pakar dalam bidangnya dalam suatu hadis, dalam menyampaikan suatu hadis tersebut. Bab ittiba'i sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-hadithiyyin qala hadatsana 'Abdullah bin Ahmad bin Bashir bin Zakwan al-Dimashqi qala hadatsana قال حدثنا عبد الله بن علاء يعني بن زهر قال حدثني يحيى بن ابي القعة قال سمعت من الباب في الساريه يقول قال بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ووعظنا موعظه بليغه وجلت منها القلوب وغرفت منها القلوب فقيل يا رسول الله وعظنا موعظه وابدع وابدع فهل إلينا بعمل؟ فقال عليه تقوى الله والسر والطاعة وإن عبدنا مشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عفوا علينا من دوابه وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. قال عبد إسماعيل بن بشر بن منصور وإسحاق بن إبراهيم الصفار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن معاوية بن صالح عن بكر بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو الأسلمي أنه سمع الأنبار السارية رضي الله عنه يقول وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبرة الدرب منها الملوك ووجدت منها الملوك وقلنا يا رسول الله إن هذه لمقبرة فماذا تعهد إلينا؟ قال قد تركتم على البيضاء ليتها كتمامها لا يزن عنها بعدي إلا هالك من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنة الخلفاء الراشدين المهديين عفوا علينا من نوادر وعليكم بالطاعة وإن عبدنا مشيا فإنما كالزمن الألف قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا عبد الملك بن صالح قال حدثنا عبد الملك بن صفوان بن اسماعيل قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن عداد عن عبد الرحمن بن عمرو عن العباد بن ساريه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح ثم اقبل علينا بوجهه ووعظنا موعظه بليغه فذكر نحوه. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا الباب جاء مكملا للباب الأول وما جاء من بعده. باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب جاء مكملا موضحا لهذا الباب. السنة في الباب الأول بمعنى الطريقة والمنهج، ليس السنة بمعنى الحديث. باب اتباع سنة الرسول أي باب اتباع طريقة ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة إذا جاءت بمفردها ككلمة تعني منهج الرسول ودين الرسول وسيرة الرسول، كما في الحديث المتفق عليه: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. وإذا جاءت السنة مفردة فتشمل القرآن والسنة، وإذا جاء الكتاب مفرد يشمل القرآن والسنة، وإذا جاء القرآن والسنة معا فالقرآن قرآن والسنة سنة. تركت فيكم أمرين لم تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي. هنا الكتاب بمعنى القرآن والسنة بمعنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جاءت مفردة السنة بمعنى طريقة وسيرة ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. سيرة ومنهج الرسول تشمل الكتاب إيش؟ والسنة. طيب كيف نتبع الكتاب باتباع السنة رسول الله؟ كيف نتبع الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك جاء هذا الباب الذي هو حجة على وجوب اتباع كلامي وسيرتي وأقوالي ومنهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث موضح مكمل للأبواب السابقة. عن يحيى بن أبي مطاع قال: سمعت العرباض بن سائب. وفي رواية عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سائب. فهؤلاء التابعين فورا الحديث عن العرباض بن سائب، وكلاهما صرح بالحديث عن العرباض بن سائب، فالحديث متصل صحيح ولا حجة لمن أعله بالانقطاع. سمعت العرباض بن سارية يقول، وهو صحابي جليل من البكائين أهل صفة البكائين، يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قام فيهم خطيبا ذات يوم، أي بعد صلاة الفجر بعد صلاة الصبح كما في الرواية الأخرى، فوعظنا موعظة بليغة، ذكرهم بتذكرة بليغة، بليغة في معناها، بليغة في جملها، بليغة في توجيهها، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم موجز بليغ. وقد أوتي الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغة، وسلست له لغة الضاد، فهو أفصح من تكلم بالضاد. من تأثير هذه الوصية من بلاغتها أثرت في قلوبهم وأثرت في عيونهم، فالقلوب وجلت أي خافت وسكنت وابتعدت، والعيون بكت من خشية الله. هذا يدل على أنها بليغة كما وصفها الراوي. قال له بعض الصحابة: يا رسول الله، وعدتنا موعظة مودة. فهم الصحابة أن هذه الموعظة البليغة هي موعظة يودعهم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يدل على أنه قيل في آخر حياة النبي. ما دام يا رسول الله وعدتنا موعظة مودع فأوصنا، فعهد إلينا، أوصنا وصية لا نحتاج من بعدك إلى غيرها، أو لا نحتاج من بعدك إلى غيرك. إذن وصية المودع، موعظة المودع تكون شاملة جامعة، تضع منهجا للمسلم يسير عليه، يسير عليه. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم وصية منهجية، وصية منهجية. تفضل يا شيخ أسعد. حديث باب yang ke-6، bab mengikuti sunnah khulafa' ar-rasyidin yang mendapatkan hidayah, yakni hadis al-Ibrah bin Sariyah radhiyallahu anhu. Bab ini datang, kata Syekh, bagi menyempurnakan dan bagi menjelaskan
bab-bab yang sebelumnya berkenaan dengan perintah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini adalah at-tariqah dan sirah, juga manhaj. Adalah maksud perintah supaya mengikut ittiba' manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah apabila dia datang dalam perkataan mufrad, dengan itu maksud lafaz sunnah sahaja, maksudnya manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ia merangkumi juga Al-Quran dan As-Sunnah. Dan apabila datang Al-Quran dan Sunnah, dia datang lafaz Al-Quran was-Sunnah, mana Al-Quran, Al-Quran, As-Sunnah, As-Sunnah. Jadi bagaimana kita hendak mengikuti Al-Quran, iaitu dengan mengikuti Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti faham salaf radhiyallahu anhum. Jadi hadis ini menjelaskan mana hadis bukan hadis yang terputus, menyebutkan riwayatnya bersambung. Dan Al-Arba' bin Sarih radhiyallahu anhu adalah daripada ahli Suffah Al-Bakain yang mudah untuk menangislah sahabat yang begitu lembut hatinya. Yang mana Nabi SAW dalam satu riwayat menyampaikan khutbah ini pada waktu subuh lah. Selepas subuh Nabi berkhutbah pada mereka zata yaumin, pada satu hari, maksudnya satu riwayat menyatakan selepas subuh. Maka Nabi SAW memberi peringatan kepada mereka, peringatan yang begitu baligh, begitu maksudnya menyentuh perasaan, yang menyebabkan apabila perasaan tersentuh tadi, mata akan mengalirkan air mata. Dan Nabi SAW telah diberikan kepada beliau, kepada baginda, iaitu al-balaghah, iaitu kefasihan dalam berbicara ataupun dalam menyampaikan khutbah ataupun mau'izah. Ya, para sahabat radhiyallahu anhu memberi perhatian kepada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis juga mengisyaratkan bahawa ini adalah berlaku di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memberi wasiat kepada para sahabat ataupun pesanan kepada para sahabat, pesanan yang begitu menyentuh jiwa. Hadhihi al-mawdhi' ولما كانت الموعظة في التحذير من الفتن والبدع بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية بتقوى الله، لأن المخرج من الفتن هو تقوى الله. ولذلك لما سئل طلق بن حبيب العنزي وهو من التابعين لما حصلت فتنة ابن الأشعث التي خرج بها القراء على الحجاج فقتلوا، قالوا كيف ندرأها، كيف نتقيها؟ قال تقوها عليكم بتقوى الله، ادرأوها بتقوى الله. قال وما تقوى الله؟ قال أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثوابه، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقابه. إذن السلف يفهمون أن الفتن تدرأ بتقوى الله عز وجل، تدرأ بتقوى الله عز وجل. ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة تدرأ والمحنة المقصود منها بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله كلمة جامعة، كلمة جامعة المراد بها فعل المأمورات وترك المحظورات، ترك المأمورات، فعل المأمورات وترك المحظور. الطلق، الطلق بن طلق بن حبيب الحمزة، طلق بن حبيب الحمزة. Dalam hadis ini kata Syekh, ini merupakan mau'izah manhajiyah, peringatan dari sudut manhaj, yang mana Nabi SAW memulakan dengan bertakwa, berpesan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya pada waktu fitan, waktu fitnah. Kerana yang mengeluarkan kita daripada fitnah ataupun zaman fitnah ini adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan At-Talq bin Habib pernah salah seorang daripada tabi'in pernah ditanya tentang fitnah Ibnu Ash'as, maka dia kata bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nur, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi at-taqwa masuk yang lain, lafaz yang lain merupakan melakukan perkara yang diperintahkan dan meninggalkan perkara yang dilarang. والسمع والطاعة. الأصل الثاني في المخرج من الفتن السمع والطاعة، المراد به السمع لولاة الأمور
وطاعتهم، بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: وإن عبدا حبشي، أي تسمع وتطيع لولي الأمر. والسمع والطاعة أصل من أصول أهل السنة، تميز به عن أهل البدع من الخوارج والمرجئة والروافض والمعتزلة. لا بد أن نفهم يا إخواني أن هذا الأصل هو من الأصول، أصول أهل السنة، أصول السنة التي ميزت أهل السنة عن غيرهم من الفرق. الفرق مرجئة، خوارج، جهمية، صوفية، أشعرية، كل هذه الجماعات الطوائف كلها مختلفة فيما بينها، لكنها تتوحد في مسألة واحدة. ما هي؟ تتوحد في مسألة الخروج على ولي الأمر. ولذلك قال الإمام أحمد: أهل الأهواء كلهم خوارج، فرقتهم الأهواء وجمعهم السيف. ذلك يستغرب بعض الناس إذا قلنا أن المرجعة في خلاصة فكرها هي مكفرة، أنها تكفر الحاكم. كيف المرجئة تكفر الحاكم؟ مرجئة يخرجون على ولاة الأمر بالسيف. الأشاعرة مكفرة، الصوفية مكفرة، فكل أهل الأهواء يقودهم الهوى في النتيجة إلى التكفير، إلى التكفير. وهذا يعني إذا أردنا أن نأتي بالأدلة عليه من الفكر الصوفي، من الفكر الأشعري، من الفكر الرافض الشيعي، فكلهم يكفر بعضهم بعضا، كلهم يكفر بعضهم بعضا. إذن السمع والطاعة لولي الأمر الذي ولاه الله أمر الأمة واجتمعت عليه الأمة، نسمع له ونطيع. الطاعة لكنها مقيدة، ليس كما يزعم الجهل أننا نطيع ولي الأمر مطلقا. نحن نطيع في طاعة الله، إذا أمرنا بطاعة الله أطعناه، وإذا أمرنا بمعصية لله لم نطعه. لكن الفرق بيننا وبينهم أيضا أننا لا نطيع المعصية، لكن لا نخرج عليه بالسيف، وإنما ننصحه حسب ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام أو هذا الحاكم يجب أن يطاع له ولو كان عبدا حبشيا. لماذا قال الرسول لو كان عبدا حبشيا؟ أنه لا تنتخب الأمة أو لا تبايع عبدا حبشيا، لأنه يكون مفتون. ولا يمكن قريش، ولا يمكن مجتهد عالم قريش، لكن كيف يتوصل العبد الحبشي إلى الخلافة؟ إلى الولاية؟ قالوا يتوصل إليها بالتغلب. فالحاكم المتغلب يعني عمل الخلافة، سوى ثورة واستقر له الأمر، طبعا ما بيشاهد الخلافة، لكن استقر له الأمر وصارت قوة الجيش معه والدولة تحت اسمه وتحت أمره، واستتب الأمر له مطيعه ولو عبد الحبشي. يعني الإمام المتغلب الذي أخذ القوة الحكم بالقهر والقوة، استتب له أمر البلد، واستتب له الشعب، واستتب له الجيش، واستتبت له سياسة الدولة، يطاع ولا يخرج عليه، حسما للفوضى وحسما لرغبة الدماء واستباحة الفروض وهلاك الأموال والأنفس. السمع والطاعة mendengar dan mentaati juga merupakan makhraj minal fitnah, tempat untuk keluar daripada fitnah. Jadi mendengar dan taat kepada ulatul umur, kepada pemimpin yang memegang urusan umat, dengan dalil wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyiyun, walaupun seorang hamba abdi
yang memerintah ke atas kamu. Jadi mana as-sama' wa ta'ah, mendengar dan taat merupakan aslun, asal min usuli ahli sunnah, daripada usul ahli sunnah, yang membezakan ahli sunnah, yang membezakan mereka antara, daripada selain mereka, daripada firaq yang sesat, kumpulan-kumpulan yang sesat seperti Jahmiyah, Sufiyah, Asy'ariyah, Asy'ariyah. Jadi firqah-firqah ini semuanya mereka tidak sepakat, tidak sependapat. Akan tetapi mereka bersatu dalam mengkafirkan pemerintah. Sebab itu kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ahlul ahwa mereka yang mengikut hawa nafsu, yang daripada firaq atau kumpulan-kumpulan yang sesat tersebut, kulluhum khawarij, mereka semua adalah khawarij. Mereka maknanya berpisah ataupun berlainan pendapat dengan hawa nafsu, tetapi menghimpunkan mereka di atas pedang. Jadi kata Syekh, Al-Murji'ah mukaffirah, Puan Murji'ah mengkafirkan orang, mengkafirkan pemerintah. Begitu juga Asy'ariyah, begitu juga As-Sufiyah, mereka semuanya pergi kepada At-Takfir, yakni mengkufurkan. Jadi kata Syekh di sini, as-sam'u wa ta'ah, mendengar mentaati kepada ulatul umur ini bukan secara mutlak, tetapi ada kait dia. Maknanya pada perkara-perkara ketaatan, bukan pada perkara maksiat. Jadi yang membezakan di antara ahli sunnah kita dan di antara firaq ataupun kumpulan-kumpulan yang sesat ini, yang mana kita tidak keluar ke atas pemerintah dengan memberontak dengan pedang. Kemudian kenapa Nabi SAW kata, walau seorang hamba Habsyi, seorang hamba Habsyi yang menjadi pemerintah kamu. Jadi mana ini mengisyaratkan bahawa hamba ni maknanya dia bukan naik jadi pemerintah di atas sebab keilmuan dia ataupun pegangan agama dia. Akan tetapi dengan at-taghallub, dengan dia ni memberontak lalu dia menang dalam pemberontakan tersebut, maka kekuatan tentera berada di pihak dia, dan apa nama siasah pemerintahan politik berada di pihak dia. Maka apabila dia menjadi pemerintah yang mutaghallib, yang mana yang telah menang, maka dia telah menjadi pemerintah, maka kita mentaati mereka, kan, untuk menjaga harta dan darah ataupun apa nama kebinasaan umat Islam. Fadhal. Wa sadarawu bi ja'd min ba'd al-kabir. Yani yaqul lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mawti wa bi hadhihi al-khilafa ar-rashida satarawna ikhtilafan katira. Hadha al-ikhtilaf al-katir huwa tafarruq al-ummah. Tarakat al-yahud 'ala 73 firqa, wa tarakat an-nasara 'ala 72 firqa. وافترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا التفرق الكثير، وسترون من بعد اختلافا كثيرا، لأنه سببه الهوى. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. الاختلاف الكثير، الاختلاف الشديد هو سببه ايش؟ الهوى والإعراض عن الهدى. المراد بالاختلاف الكثير هو التفرق والفرق والأحزاب والجماعات وتعدد السبل. ما المخرج؟ فعليكم أن يلزموا سنتي، أي منهجي وطريقتي. كيف نتعرف على سنة الرسول وطريقته؟ بسنة الخلفاء الراشدين المهديين. من هم الخلفاء الراشدون المهديون؟ في الحديث هنا، هل هم الخلفاء الأربعة أم هم أعم من الخلفاء الأربعة؟ المراد هنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن منهج وفهم، ولا يتكلم عن نظام وحكم. الكلام عن حكم ولا عن فهم ومنهج؟ الكلام في الحديث عن فهم ومنهج. إذا كان المراد بهم منهج، فالمراد بهم أصحاب النبي كلهم، لأن كل صحابي خليفة للنبي في المنهج. كل صحابي خليفة للنبي في المنهج. ما الدليل على أن كل صحابي خليفة للنبي في المنهج؟ قال الله تعالى: والسابقون الأولون
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. من هم هؤلاء؟ الصحابة كلهم، لأن الصحابة إما مهاجرين إما أنصار. لم يقل والذين اتبعوا رسول الله، قال والذين اتبعوا هم اتبعوا من؟ اتبعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من اتبع أصحاب النبي اتبع النبي. فهذه الآية تدل على أن كل صحابي سواء كان من المهاجرين أو من الأنصار هو خليفة للرسول في منهجه ومبلغ عنه سنته. إذا عندما يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي الصحابة الذين ثبتوا على منهجي بعد موتي. وللدلالة على أن سنة الخلفاء هي سنة الرسول، أي أنهم ينقلون سنة الرسول ويبلغون سنة الرسول، ولم يأتوا شيء جديد عنه، قالوا عضوا عليهما ولا عضوا عليها؟ عضوا عليها. لو كانت سنة الخلفاء تختلف عن سنة الرسول لقال عضوا عليهما، لكن كانت سنة الخلفاء الراشدين الصحابة هي سنته صلى الله عليه وسلم. عضوا عليها بالنوابل، أي تمسكوا بها ولا تفرقوا بها، تمسكوا بها ولا تفرقوا بها، فإن من ورائكم أيام الصبر، القابض بهم على دينه كقابض على الجمر. تفضل. سترون بعدي، kamu semua akan melihat, yakni ba'da mauti, selepas wafatku, kata Nabi SAW, dan selepas khilafah ar-rasyidah, yakni sahabah, yakni iftiraq, yakni ba'da tafarruq al-ummah, kamu akan melihat perpecahan ini, melihat selepas kematian Nabi SAW, yakni kamu melihat perpecahan umat, yakni perpecahan yang begitu banyak. Ini merupakan adalah natijah ataupun hasil daripada mengikut hawa nafsu, sebagaimana firman Allah Taala, sekira walau kana min inda ghairillahi lawajidu ikhtilafan katira, kalaulah ia daripada selain daripada Allah datang, daripada selain Allah Azza wa Jalla, nescaya mereka akan mendapati padanya perselisihan yang banyak. Oleh itu, bagaimanakah kita hendak menyelamatkan diri? Al makhraj. Jadi menyelamatkan diri daripada fitnah ini iaitu dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah al-khulafa, khulafa ar-rasyidin. Al-khulafa di sini adalah khulafa di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Kerana perkataan ataupun ucapan dalam hadis yang dimaksudkan adalah hadis ini adalah berkenaan dengan faham dan manhaj. Yakni semua sahabat radhiyallahu anhum merupakan khalifah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam manhaj. Manakah dia dalil yang menjelaskan perkara tersebut? Ini sebagaimana firman Allah Taala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan golongan yang terdahulu daripada golongan muhajirin dan al ansar, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka, biihsanin, dengan berbuat ihsan, berbuat kebaikan, radhiyallahu anhum, Allah redha terhadap mereka, wa radu anhum, mereka redha kepada Allah subhanahu wa taala. Maka siapakah mereka? Yakni mereka adalah as-sahabah. Di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut, Allah tidak mengatakan wallazina tabaur rasul. Allah tak kata ada orang-orang yang mengikuti rasul. Akan tetapi Allah taala kata wallazina tabauhum, dan orang-orang yang menjejaki, mengikuti langkah-langkah mereka, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah al-muhajirun wal ansar. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak pernah mendatangkan sesuatu yang baru di dalam agama, bahkan mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah as-sahabah, sunnah para sahabat radhiyallahu anhum, merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kamu semua berpegang teguh dengannya, janganlah kamu berpecah belah di atasnya. Tafadhal. Thumma qala wa iyyakum والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. لما أمرهم بالتزام السنة حذرهم من البدعة، لأنه لا يمكن أن تلتزم السنة إلا بتركية البدعة. هل البدعة يعني تقول أنا أن هذه السنة قلت بخالط أهل البدعة؟ هذا غير صحيح. تقول أنا أن هذه السنة وأنت تحب أهل البدعة، هذا غير صحيح.
لا إذا كنت من أهل السنة يجب أن تبتعد عن أهل البدع والضلال وأهل الأهواء. ولذلك جاء تحذير السلف الصالح رضوان الله عليهم من أهل البدع ومن زعمهم ومن كتبهم ومن مجالستهم ومن محبتهم. نعم. الحديث الثاني فيه زيادة شرحناها في حديث الدرداء قد تركتكم على الله عليه وسلم لا يزيد عنها بعد إلا هذا شرحناها أيضا في باب تقدم في باب حديث الدرداء رضي الله عنه. نعم. نقرأ كمل خلاص. ترجم شيخ بقي شيخ ها ترجم الآن. وإياكم ومحدثات الأمور. نالا كم منجوهي perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Inilah kamu menjauhi ahli ahli bidah, yakni tidak mungkin kamu semua akan dapat beriltizam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan dengan meninggalkan ahli bidah dan ahli ahwa. Dan hadis yang Syekh sebut tadi, hadis yang telah disyarahkan sebelum ni, mana hadis sekarang sama dengan hadis yang sebelumnya. Tafadhol. باب اجتناب البدع والجدل. قال حدثنا سويد بن سعيد واحمد بن سالم الجدري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كانه في الجيش يقول صف عنكم الساق ويقول بعثت انا واستعنت بهاتين ويقف بين السبعين السبابه القصرى ثم يقول اما بعد فان خير الامور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. وكان يقول من ترك مالا فلاهله ومن ترك دينا او ضياعا فعليه واليه. باب اجتناب البدع والبدع. كما قلنا بدا بالامر بالسنه ثم بين وجوب البدع سنه الصحابه التابعين. لما انتهى الى الامر بالسنه بين اجتناب البدع لانه لا تكتمل اتباع السنه الا اجتناب البدع. وذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كانه منذر جيش. يعني من السنه في الخطبه ان يرتفع صوته وتغضب لله عز وجل وتنذر الناس كان الجيش غزاهم صبحكم او مساكم اي ما ياتيهم في الصباح او المساء يعني في حاله حرب كانها حاله حرب. ويقول بعثت انا والساعه كهاتين اي انه بين يدي الساعه وفي هذا دليل على قرب الساعه على قرب الساعه. ويقرن بين اصبعيه السبابه والوسطى اي السبابه او المسبحه هذه الوسطى يعني الساعه تاتي بعده. ثم يقول اما بعد فان خير الامور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يامر بالكتاب والسنه وينهى عن البدع وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يقول من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا او ضياعا فعليه اي هو اولى بالمؤمنين من انفسهم. اذا هذا الحديث يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم كما امر باتباع الكتاب والسنة امر باجتناب البدع فانها ضلالة حديث dalam bab menjauhi perkara bid'ah dan perdebatan. Kata Syekh sebagaimana yang kita telah sebutkan bahawa musannif dimulakan dengan bab perintah dengan mengikuti perintah dengan mengikuti sunnah kemudian menjelaskan tentang bagaimana hendak mengikuti sunnah. Kemudian dia menjelaskan di sini menjauhi perkara bid'ah atau menjauhi ahli bid'ah.
Kemudian ada istinbat daripada hadis ini juga bahawa sunnahnya dalam khutbah ialah mengangkat suara dan dalam keadaan seperti marah kerana Allah Azza wa Jalla, seolah-olahnya keadaan itu adalah keadaan waktu perang. Dan dalam hadis juga menjelaskan bahawa menunjukkan kiamat itu sudah hampir, in qurbus sa'ah. Dan Nabi SAW mengisyaratkan dalam hadis ini dengan jarinya, jari telunjuknya, dua jari tadi, maknanya aku diutuskan dan kiamat seperti ini, dua jari yang dekat ni, mana kata Nabi, jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian Nabi sebut, Nabi SAW sebut, adapun selepas itu sungguhnya sebaik-baik perkara adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru di dalam urusan agama. Kala hadisnya Muhammad bin Ubaid bin Al-Jalil Abu Ubaid hadisnya Abi, kala hadisnya Abi Muhammad bin Ja'far bin Abi Sabir An Musa bin Ubaid bin Ishaq An Abi Al-Ahwas An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama huma al-natan al-kalam wal-hadd. Syekh, hadis Abdullah bin Mas'ud ni hadis secara seluruhnya adalah hadis yang dhaif sebagaimana telah disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam dhaif Ibnu Majah dan lainnya. Maka kata Syekh, akan tetapi faqrah-faqrah, perenggan-perenggan dalam hadis-hadis ini merupakan semuanya ada syawahid, hadis-hadis lain yang menyaksikan bagi apa nama hadis inilah. Qala hadis Muhammad bin Khalid bin Hilash qala hadatha Ismail bin Ulayya qala hadatha Ayyub ha wa hadatha Ahmad bin Thabit al-Jahdani wa Yahya bin Sufyan qala hadatha Abdul Wahhab hadatha Ayyub qala hadatha Ayyub an Abdullah bin Abi Ghayla an Aisha radhiyallahu anha qalat tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-aya huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayat ثمان كتب الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون في فهم الذين عداهم الله فاحذروا. نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في صفة الذين يبتغون الفتنة يبتغون تأويلهم ويقصدون الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. هؤلاء هم أهل الجدل وأهل الأهواء وأهل البدع والمنحرفون عن السنة
عن عائشة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يعني القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب أصل الدين يرجع إليها ويحمل المتشابه على المحكم هن أم الكتاب أخر متشابهات قال فأما الذين في قلوبهم زيغ هوى مرض فتنة فيتبعون المحكم أم المتشابه يتبعون المتشابه لماذا؟ ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويل القرآن أي صرفه عن ظاهره وصرفه عن معناه الحق وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون الآية قال لها يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه أي يجادلون في القرآن بغير علم فهم الذين عناهم الله أي الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل فاحذروهم لا تجالسوهم لا تخالطوهم لا تكرموهم اهجروهم شردوا بهم لأنهم ثلمة في الدين وباب يتسلل منه أعداء الأمة إلى الطعن في خاصرة الأمة الطعن في خاصرة الأمة حديث عائشة رضي الله عنها menjelaskan tentang sifat orang-orang yang mereka itu mencari ataupun menuntut fitnah dan mereka merupakan ahlul jadal orang yang suka berdebat, bertengkar wa ahlul ahwa dan orang yang mengikuti hawa nafsu wal bid'ah dan ahli-ahli bid'ah yang mana mereka itu berpaling daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Hadza huwa alladhi anzal 'alayka al-kitab min Allah 'azza wa jalla telah menurunkan ke atas engkau al-kitab yang al-Quran daripadanya ada ayat-ayat minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab daripadanya ada ayat-ayat yang muhkamat dan ia adalah merupakan umul kitab yakni asluddin asal agama dan yang lainnya adalah merupakan mutasyabihat adapun ahlul ahwa ahlul jadal mereka akan mencari perkara-perkara ayat-ayat yang mutasyabih untuk mendatangkan atau menimbulkan kekeliruan تفضل قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا محمد بن سويد ها وحدثنا حوثر بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن دينار عن ابي غالب عن ابي امامه عن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولد حديث الإمام رضي الله عنه في النهي عن الجدل في الدين والمراد بالجدل هنا الجدال المذموم الذي يراد به إبطال الحق لأن الجدال المحمود محمود وجادلهم للذي يحسن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم للذي يحسن ولا تجادلوا على الكتاب إلا بالتي هي أحسن إذن هناك جدال مذموم وجدال محمود والمقصود بالحديث هنا الجدال المذموم المراد به تأويل القرآن على غير ظاهره إبطال السنن وردها و يعني إحداث الفتنة في الأمة هذا الجدل المذموم علامة ضلال وليست علامة ايش؟ هداية بدليل قول النبي ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه يعني الذين على الهدى لا يتجادلون وانما يتجادل الذين ضلوا بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل ثم تلا هذه الايه ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون في سوره الزخرف
فالجدل هنا المراد به يا اخواني الجدل المذموم، المراد به الجدل المذموم الذي يراد به الصرف عن الحق وعن طريق المستقيم. وهذا الحديث يعد تفسيرا نبويا لهذه الايه في سوره الزخرف. Hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu yang dimaksudkan dengan jadal ataupun perdebatan di sini adalah perdebatan yang tercela. Adapun yang terpuji, perdebatan yang terpuji adalah mahmud, yang terpuji. Sebagaimana firman Allah Taala, wajadilhum billati hi ahsan, maka berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Maksud yang dimaksud dengan debat atau jadal yang tercela adalah seperti mentakwilkan Al-Quran seperti yang tidak dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi SAW, madalla qaumun ba'da hudan, tidak sesatlah oleh satu kaum selepas mereka mendapat hidayah yang mereka berada di atasnya, kecuali mereka diberi kepada mereka itu perdebatan. Perdebatan ini maksud perdebatan yang tercela. Kemudian Nabi SAW membaca ayat balhum qaumun khasimun, bahkan mereka adalah satu kaum yang suka berdebat ataupun suka bertengkar. Maksud ini adalah pertengkaran yang ataupun perdebatan yang tercela. Jadi hadis ini dihitung sebagai hadis yang mentafsirkan bagi ayat ini daripada surah Az-Zukhruf ayat 58 ini. Hadisnya hadis yang maudhu', yang palsu, yang disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sahih dhaif Sunan Ibn Majah, dan hadis yang sahih itu memadai untuk kita. Duka hadisnya adalah hadis yang dhaif, dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. حديثنا الحديث عن ضعيف. استنى دي ربط الجنة ربط من ربط في وسط الجنة pertengahan syurga bagi orang yang meninggalkan pertengkaran. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia adalah orang yang benar. Bab ijtida'il ra'yi wal qiyas. Jika ada masalah, tafadhal. Hasan, Syekh kata siapa ada soalan boleh tanya. Syekh kata kita habiskan esok insya-Allah. Kalau siapa-apa ada soalan boleh tanya.
Apakah beza di antara pertikaran yang tercela dan pertikaran atau perdebatan yang terpuji? Beza antara keduanya. Siapa nak jawab? Saya kata kita dah huraikan. Nah, syarahna. Man yujib? Hawul ijtihad, hawul fikir, hawul usaha berfikir, Syekh kata berusaha. Cuba fikir. Al-jadal al-madmum, ma maksud bihi? Celaan perdebatan yang tercela, apa yang dimaksudkan darinya? Al-jadal al-madmum, ma maksud bihi? Maksudnya membatalkan. Wal-jadal al-mahmud huwa alladhi yudafi'u 'an al-haqq. Jadal yang tercela adalah membatalkan kebenaran, menolak kebenaran. Adapun jadal pertukaran perdebatan yang terpuji adalah untuk menegakkan kebenaran. Syekh Muhammad Adam itu syarah soalan tadi bertanya tentang syarah yang paling afdal bagi Sunan Ibn Majah. Kata Syekh syarah Muhammad Adam ustaz yang mengajar di Masjid Al-Haram. Soalan tadi tanya ke la yalzam anna al-imam dhanna anna al-hadith sahih lakinnahu ibra'a li jimmatihi ballaghahu kama sami'ahu wa tahqiq ya'ti al-mu'allim al-muhaqqiqun wa al-ulama yuhaqqiqun li'anna al-ulama yaqulun qamish thumma fattish ya'ni ijma' al-ahadith thumma ibda' bi taftishiha wa tahsihiha wa ma shabaha. Kenapa ada di dalam Sunan Ibn Majah dan adakah Imam Ibn Majah yang ke bahawa hadis tersebut sahih? Soalan tadi kah? Okey, yang saya baca tadi jawapan dia maknanya semua kitab-kitab sunan, semua kitab sunan ada padanya hadis-hadis yang dhaif, bahkan ada hadis-hadis yang palsu. Jadi para ulama yang menyusun kitab sunan mereka mengambil hadis-hadis periwayatan daripada guru-guru mereka, lalu mereka menulis daripada mana mereka telah ambil, mereka telah meletakkan sanad padanya. Jadi supaya melepaskan tanggungjawab daripada diri mereka, lalu datang orang-orang yang selepas mereka untuk mentahkikkan, menjelaskan daripada sanad satu demi satu tadi, untuk menjelaskan yang mana sahih, yang mana dhaif. Sebagaimana Syekh sebut tadi, man asnada faqad ahala, barang siapa yang telah meletakkan sanad, maka dia telah melepaskan tanggungjawab di atas bahunya. Kemudian sebagaimana kata ulama, qamish thumma fattish, himpunkan kemudian kaji dan selidik. Nabi Sa'id pajaa di ba'd salaf riwayat qul al-mirab al-Quran al-hadi riwayat sahihah ay kana sahihan طبعا المراء في القرآن كفر. المراء أي الجدال الذي يورث الخصومة، الجدال الذي يورث
أن نختلف اختلافاً اختلاف تضاد، مثل اختلاف مثل القرآن هل هو مخلوق ولا غير مخلوق، اختلاف هل أفعال العباد مخلوقة ولا غير مخلوقة، هذا كل جراب القرآن يكون إلى الكفر بل يكون إلى تكفير أحد الفئتين أكثر من الأخرى. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المراء الجدال في القرآن بالباطل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مش ما اختلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقولوا القرآن وسيلة لتأليف القلوب وليس وسيلة لتفريق القلوب، فإذا كان القرآن سيكون وسيلة لتفريق القلوب فلا نجتمع على القراءة نقول حسما لمادة الخلاف، فالخلاف المذموم في القرآن اختلاف الخوارج، اختلاف المعتزلة، اختلاف الجهمية، اختلاف يأخذون صدر الآية ويتركون صدر الآية، هذا كله اختلاف مذموم يقوله إلى الكفر والعياذ بالله من الشيطان الرجيم. فالجماعة كانت تسأل عنها، فالجماعة كانت تجد كتاب سلف روايات أو اقتراح وتقرب في الأفعال ثم وصل إلى الكفر عن طريقة الرأي الصحيح، عبد الله بن الزكي إلى صحيح أفكار الشيطان. سمير التجربة وترجم إن شاء الله سؤالان بتانية بردبتان لا لا أنا أعطي لك خير إن شاء الله لا بس ترجم إن شاء الله سمير شيء المراء بردبتان atau pertengkaran dalam Al-Quran merupakan kekufuran yani al-jidal pertengkaran seperti berdebat tentang Al-Quran sama ada makhluk ataupun tidak makhluk agak macam pertengkaran kena apa nama pertengkaran tentang Al-Quran yang apa yang membawa kepada dipanggil khilaf tadad maksudnya pertengkaran yang apa namanya tidak mendatangkan persatuan. Jadi Al-Quran kata Syekh merupakan wasilah perantaraan untuk menyatukan hati-hati ta'lifil qulub walaysa litafriqil qulub. Al-Quran ini bukan untuk memecah belahkan hati. Jadi Syekh kata tidak syak lagi bahawa al-mira pertengkaran yang tercela dalam Al-Quran itu maknanya membawa kepada perpecahan lah. Ha gitu. Ha sahih? Au tazid syekhna. Qul qul ustaz min hadith 75 fi akhir fatrah al-hadith man tarak mala li ahli wa tarak dayn wa ya'an 'alayhi wa ilayhi. قبل أو زوجته ولا مرة. طيب رجل ما ولم يترك أي شيء ماله وترك عليه دين، من الذي يلقى دينه؟ بيت المال. هذا هو واضح؟ سؤالات لا سؤالات عن الحديث يدفع كل يوم لوجود حديث يسبوت سفيه في هذا الكتاب وكان في بيت والدنيا سبب كذا وكذا Maksud hadis ini seorang yang meninggal lalu dia meninggalkan harta benda maka hartanya diwarisi oleh keluarganya dan seorang laki-laki yang meninggal tapi dia tidak meninggalkan harta dan dia ada tinggal hutang yang perlu dibayar maka ini dirujuk diminta daripada Baitul Mal untuk melangsaikan hutangnya. Aku rasa ini فقل السلام عليكم ما رأيكم في شيخنا بفتوى الشيخ الطبراني والشيخ رائد صلاح في تحريم زيارة المسجد الأقصى؟ طيب أنا أقول أنه يجوز زيارة المسجد الأقصى بس شو الدليل؟ اللي بيعطينا دليل إنه عندي جائزة لا يجوز زيارة البيت الأقصى المسجد الأقصى وهو تحت الاحتلال. سؤالات يا أخي يجوز لكن قلنا دليل من الشباب من التلاميذ والذي يجيب له جائزة صوتية سنة 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 سؤالان يا أبا جاء وقلت لها
فالتسلل أن أقول أن زيارة المسجد الأقصى وهو مدى الاحتلال يجوز. شيء جواب ما كل زيارة المسجد الأقصى ولا كل جبران وكواسعات يدوني يكون حدث بليه. ففي شيء ثاني يقول لك أقول دليل. يريد الدليل. ما الدليل؟ ما الدليل؟ الذي يستطيع أن يقبل الدليل أنه يجوز الدليل في سورة إسراء. إيش هو الدليل؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام للمسجد الأقصى الذي باركنا حوله. كيف الدليل؟ كيف الدليل؟ القرضاوي ورائد صلاح يقول ما بجوز زيارة المسجد الأقصى وهو تحت الاحتلال، مظبوط؟ احنا نقول يجوز. عبد الله خليفة يجوز. أنت قلت الإسراء. حادثة الإسراء صحيح. لكن ما هو وجه الدلالة؟ ما هو وجه الدلالة؟ أنت جاوبت الآن نص السؤال. بدنا السؤال كامل حتى تأخذ الجائزة. بس خلينا نجيب. بس خلص خلينا نجيب. مكان مباركة أكرم أجاب نص الجواب ولا نص جاب أكرم بجوابات أي أكبر سورة سورة الأول أي سورة الأول جاب الله سورة الأعصار ومن تبشير أكرم أجاب سورة الأول أي شيء إلى قربنا على الجواب. ما هو الجواب؟ يعني حالة الإسراء. طيب ما هو وجه الدلالة في حالة الإسراء؟ من يأتي هنا؟ تفضل بسرعة. أعطينا الميكروفون يا أبو إسماعيل. تفضل أعطينا di Israq ke Masjid Al-Aqsa. Jadi Masjid Al-Aqsa di Palestina
dari buku Palestine di bawah pemerintahan kerajaan Byzantin, yaitu kerajaan yang bukan Islam. Dan Nabi Muzari menjadi asal ketika menjadi asal di bawah pemerintahan bukan Islam. Waktu besar ini ada Al-Qari yang terus jihad di Qutub Fakat Al-Hari ini dah bisa terjadi ikhtiraf di Qutub Ba'da Al-Qudna Ma'a Israel Ma'a Al-Qutub Sufiha Al-Qasih Bisa? Dimana Al-Qari Lalu Al-Bab ila Al-Qudus di jihad di Qutub Fakat Al-Hari ini dah bisa terjadi ikhtiraf di Qutub Ba'da Al-Qudna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.